الإنسان الحقيقي هو الإنسان اللي أنت تحس فيه بشخص المسيح. كل ما تشوف المسيح أكتر كل ما الإنسان ده يبقى خادم فعلا. خادم أمين قدم حياته لربك الفدي أسير. خادم أمين والشعب عاش جوه قلبه وقلبه الكبير. خادم أمين خادم أمين خادم عن حب يسوع كلمنا بكلامه وصمته كتير علمنا كان عايش بينا أبونا حبيبنا وهيفضل عايش جوه قلوبنا سنين. خادم عن حب يسوع كلمنا بكلامه وصمته كتير علمنا كان عايش بينا وهيفضل عايش جوه قلوبنا سنين. أبونا مينا اتولد يوم 23/7/1969. اتولد في اسكندرية وكان اسمه لوحده أشرف صديق، كان اسمه مركب. وتربى وتأسس في كنيسة القديس العظيم الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي في الإبراهيمية في اسكندرية. أبونا كان أخ أكتر من صديق، عرفنا بعض من وإحنا صغيرين خالص من أيام الحضانة. رحنا ابتدائي إعدادي ثانوي مع بعض، كنا كل يوم نروح المدرسة ونروح مع بعض، كنا بنركب المشروع نركب الأوتوبيس نروح مدرسة الأحد مع بعض، نلعب رياضة بينج بونج فولي بول مع بعض، كنا نطلع خلوات، عملنا كل حاجة مع بعض. احنا كنا شلة صغيرة كده هوت، وابونا مينا واشرف صديق كان معنا دايما، كنت انا واسكندر واشرف وروبير، وما كان معنا ناس كتير دايما يعني، بس احنا دايما اللي كنا مع بعض. كنت انا اقرب واحد للكنيسة، فكان دايما روبير و واسكندر يجوا يروحوا الأشرف وهو الأقرب، يعني هم أبعد فيجي الأشرف الأقرب، وبعد كده يجوا عندي يصفروا لي من تحت. كان لنا صفارة كده مخصوص، مش فاكر دلوقتي كانت ازاي التون، وكانوا يصفروا لي من تحت وننزل بقى نروح على الكنيسة، ومن الكنيسة نطلع إذا كنا نتمشى ولا يعني نقضي وقتنا. يعني كان جروب جميل. من نوادر أبونا مينا إن إحنا لما دايما كنا نلعب كورة، فكنا مثلا نعدي الفريق التاني ونبقى إحنا تلات انفار مثلا والجون، وداخلين على الجون ألاقي أبونا مينا راح مهدي اللعب، ها وراح مهدي اللعب والتانيين بيجروا ورانا حيث حيجوا قدامنا، فنقول له أبونا نقعد نصرخ فيها أشرف اهجم يا أشرف اهجم، قال لك لا ما إحنا نهد. لما تسأله بقى بعد كده يقول لك ما احنا اول لما ناخد الكرة بقى نهدي اللعب وبعد كده نهجم، ونقول له بس احنا والجون يعني احنا والجون هنهدي يوم قدامنا. المهم كنا دايما نتخانق في الموضوع دوت، بس كانت بتعدي. هو كان بيلعب حلو يعني، وكان كان جروب كويس. انا تعرفي بابونا مينا يرجع سنة 1985 في كلية الهندسة قسم عمارة، وقتها كان أشرف. وأول ما تعرفت عليه كان شخصية هادية جدا ومريحة، الواحد يسهل فعلا يستمتع يقعد معها ويتكلم معها. زمان أيام الخدمة في مدرسة الأحد، إحنا كنا زملاء في مدرسة الأحد، كنا أصدقاء، وكنا الأيام الجميلة اللي أقدر أفتكرها اللي هي أيام كنا في خدمة إعدادي مع بعض. هو كان في أسرة القديسة بوسفين خادم فيها، وأنا كنت في أسرة القديس الأنبا برقام، والأسرتين كان فرق بينهم سنة، وهو كان بيخدم مع دكتور عماد الجزار اللي هو أبونا كراس،
وكانوا مع بعض في نفس الأسرة، وكانت الحقيقة في محبة كبيرة جدا بين الأسرتين. كنا ناخد الأولاد دايما نطلع بيهم خلوات مع بعض، نصلي مع بعض، نرنم مع بعض، نطلع رحلات مع بعض. كانت أوقات جميلة جدا كلها بركة. الحاجة اللي أثرت فيا يعني مع أبونا مينا، كان في مرة من المرات كله عمال يسافر بقى وكده، فروحت أنا بطريقة ما جبت فيزا مضروبة مرسومة، وقلت إيه على الفيزا دي يعني أجيب فيز تانية. كانت شقاوة. المهم قلت لأبونا، قلت لأشرف، قلت له تعالالي وهات الباسبور بتاعك عشان أنا عايز أبص على الفيزا دي، يعني أشوف إذا كانت هي شكلها حقيقي يعني ولا رسمة أي كلام أروح أتفضع في السفارة يمسكوني. المهم جاء أبونا فمسك الباسبور، وأول قبل ما يفتحه قال لي يعني إحنا أولاد ربنا هنعمل كده؟ فأنا بصراحة بكيت يعني، ويعني ما بصيتش على الباسبور. وبعد ما مشي أبونا أنا قطعتها وما حاولتش أعمل كده تاني. فأبونا دايما كان يعني ليه علاقته، وكان بيحب التسبحة، وإحنا حتى تعلمنا التسبحة. كان بيجينا جانا في مرة واحد يعلمنا التسبحة وتعلمنا، بس محدش استمر إلا أبونا مينا هو اللي استمر يروح التسبحة كل يوم سبت، وكان يحب يعمل التسبحة، وكان يحب يتعلم ألحان جديدة. كانت هي حياته كده. كان أكتر حاجة أبونا مينا بيحب يعملها التسبحة، كان صوته جميل، واتعلم على ايد راهب اسمه أبونا عثمان. انا حاولت اتعلم بس انا صوتي ما كانش كويس فمعرفتش. وعملنا خدمة، كان عنده أسرة في مدارس الأحد، كنا بنخدم مع بعض في مدارس الأحد. أبونا مينا كان مرتبط بالكنيسة هناك ارتباط جامد جدا في الأنبا تاكلة هيمنات في البرهمية، فكنا أوقات بنتأخر في مشاريع بالليل وبنروح متأخر، أو ممكن نروح ناخد كمان نكمل الشغل مثلا في حتة. فكنت برجع مثلا مع أبونا مينا، فبدل ما نروح مثلا ناكل سندوتش ولا حاجة نبقى معدين يقول لي يلا بينا نحضر التسبحة. طب يا أبونا نقعد بس يعني ناخد سندوتش في سكة؟ لا السندوتش بعدين بقى التسبحة، نحضر التسبحة فلوني. فكان دائما ارتباطه بالكنيسة ارتباط مهم جدا، وعلاقته بيها جامدة جدا. لما كنت أحب أدور عليه مثلا في وقت من أوقات أروح أدور عليه، أول حاجة 80% من وقتها هيكون في الكنيسة، يمكن حوالي 10% ممكن ألاقيه في البيت، والباقي ممكن يكون لسه في الكلية مثلا بالشغل، أو هو بيكون مشغل هناك في حاجة في مشروع. فكنت أحب أروح مثلا أدور عليه في الكنيسة، ألاقيه في الدور الثاني في الكنيسة مثلا حاضر التسبحة أو حاجة. إذا ما كانش كده بلاقيه واقف مع الشباب اللي تحت تدور على التجمع فين، هتلاقي أبونا مينا واقف وبيطمن عليهم وأحوالهم وأخبارهم إيه. أبونا مينا اللي هو أشرف صديق كان يعني مفكر حقيقة، كنا مسمينه فيلسوف، لأنه دايما كل حاجة يتأمل فيها ويفكر فيها ويوصل لعمق الأمور يعني. وكان في حاجة مهمة جدا حقيقة، كان يحب التسبحة جدا جدا جدا، وكان اتعرف بقى براهب اسمه أبونا عثمان، ويعني قعد تحت رجليه لغاية لما حفظ التسبحة كلها وتعلم منه مبادئ في الخدمة ومبادئ في الإيمان، وشرب منه كتير قوي. كان أمين خدمتنا اللي هو أبونا يوسف اللي هو في مونتريال، وكان طبعا اتعاملنا كتير مع أبونا بيشوي عبد المسيح اللي هو كان أستاذ منصور، وأبونا زكريا اللي هو كان أستاذ زكريا، وطبعا أبونا كيرولوس كان
كان أستاذ صبري، كانت أيام جميلة، وكانت اتعلمنا كتير من خدام كتير واستفدنا منهم، وشفنا أيام كلها بركة. كان لنا صحابنا كريم وروبير كانوا سافروا وإحنا في الكلية، وبعدين قلنا هنسافر زيهم في وقت الصيف في الكلية. فأنا وأشرف خدنا الفيزا مع بعض وفي نفس الوقت، وسافرنا مع بعض على نفس الطيارة، وقضينا شهرين ونص ثلاثة في 89 من وقت طويل. كان أول مرة نيجي، وعرفنا بعض أكتر وأكتر في الوقت دوت. وخوف دايما علاقته مع ربنا كانت جامدة، إيمانه كان حقيقي مش تقاليد أو مناظر، كان علاقته علاقة إيمان قوية. أول مرة عرفت أبونا يعني أشرف كان عند بعد تاني يوم فرحنا، هو اللي كان موصلنا لدير ماري مينا، فتعرفنا عليه، تعرفت أنا عليه في السكة. هو كان صاحب ممدوح أبونا على أساس أننا كنا قريبين من في السن وكنا أصحاب، فأنا كنت اتجوزت وقتها، هو كان عاوز يعني يخطب، وشاف بريجيت اللي هي تبقى أخت نانسي مراتي، وكلم معايا وقال لي إيه رأيك يعني وكده. والحقيقة كان أول مقابلة ليهم كانت عندنا في البيت، ودي كانت بداية يعني حاجة جميلة، وارتبطوا واتجوزوا طبعا بعدها. بعد كده شفت، بقيت أشوفه كتير بيجي لنا البيت يقعد مع ممدوح، وكان بيشوف عندنا في البيت بريجيت أختي، فكان خايف، كان عايز يتقدم لبريجيت وكان خايف مش عارف رد فعلها إيه، فراح لممدوح وقال له، وبعدين ممدوح قال لي، فقلت له خلاص هما يقعدوا مع بعض ولو اتفقوا يبقى نخليه يعني يكملوا. ففعلا هو ده اللي حصل، وما يعني هم تعرفوا على بعض عندنا. فكان بعد الخطوبة كل خروجاتنا، ولما كنا بنخرج كنا بنخرج في عربية واحدة، وكنا بنروح أي حتة مع بعض. فكنا في خلال الفترة اللي بيسوق فيها حد فيهم كنا بنقعد نقول الأربعة بتاعت التسبيحة، فكأنها مسابقة كل واحد يقول ربع. وبعدين كنا دايما في خروجاتنا مع بعض كنا بنروح أديورة، كنا بنروح نشوف كنايس. أنا وأنا اتخطبنا سنة 95، عقد الكويت جاله بعد يومين من خطوبتنا، احنا اتخطبنا الخميس، العقد جاله يوم السبت. وبعدين قعد شهرين، يعني احنا اتخطبنا ابريل وسافر اول ستة او شهر ستة، قعد هناك ست شهور. في شهر اغسطس كان اسكندر صاحبه كان مقدم لي يعني لاسكندر والابونا على اللوتري، فابونا جات له اللوتري واسكندر ما جاتلوش، فدي جات له في اغسطس. وبعدين سالني اذا كنت موافقه ان هو يكمل ولا لا، فانا كنت مش عارفة أقول له إيه بصراحة، فإحنا سيبنا الموضوع في إيد بابايا، لأن بابا ما كانش موافق على موضوع السفر لأمريكا. فلقيته بيقول دي طالما حاجة جاية من عند ربنا خلاص أنا مش هقدر أوقف. فده كانت يعني العلامة أن إحنا هنكمل في المشوار ده. وكانت لسه بقى يعني اللي هي أول سحب في اللوتري كان لسه في تاني سحب، فهو قال لي ممكن الموضوع ما يمشيش. بس فنزل في 4 يناير، كان عامل التذكرة بتاعته
الكويت مصر أمريكا، أمريكا مصر الكويت، لأنه كان راجع على شغلانة تانية في الكويت على أساس أنه هو بس ياخد الجرين كارت ويرجع تاني الكويت، ما كانش عايز يكمل في أمريكا. فلما نزل في أمريكا نزل عند ابن خاله في نيويورك، وبعدين كلم رامي أخو أبونا يوحنا لأنه كان زميله في الجامعة. فبعدها بأسبوع على طول رامي كلمه قال له تعالى في شغلانة في مكتب، المكتب الهندسي هو كان شغال فيه، قال له في شغلانة جاهزة ليك تعالى. فاشتغل بعد ما جي أمريكا بأسبوع بشهادته أزا مهندس يعني وكده، من غير ما يعدل من غير ما يعمل أي حاجة بس. فكمل يعني، هو كانت البريك بوينت بتاعتنا لو هو ملقاش شغل هيرجع الكويت، فاضطر ان هو طبعا يلغي تذكرة الكويت وكمل في امريكا. فعلا جه ان هو امريكا، واول لما رحت اجيب المطار انا فاكر كان يوم في وسط الاسبوع، وكانت حوالي الساعة 4:30 5، فعبال ما رحت هناك وخلص الاجراءات بتاع الدخول بتاعته في المطار كانت حوالي مثلا الساعة 6. فأبونا بيسألني واحنا رايحين فين؟ قلت له رايحين البيت. قلت بقى انا بقى تعبان يعني وجاي من السفر مشوار طويل لازم هيريح. فلقيته بيقول الكنيسة، فحسبت ان هو بيسألني يعني اخبار الكنيسة يعني. قلت له الحمد لله كويسة يعني، الكنيسة انا كويس. قال لي انا عارف يعني، يعني ايوه. رايحين فين؟ قلت له رايحين البيت. قال لي لا انا عايز اروح كنيسة. قلت له دلوقتي يا ابونا؟ قال لي اه انت عايز تروح تشوف كنيسه يا ابونا. الساعه كانت حوالي 6:30 7. ابونا هنا مش زي مصر يعني، مش تدخل تلاقي نادي مثلا وكلام زي كده، لا هنا الكنيسه قافله يعني، هي السبت بتقعد تحضر التسبيحه والحد بتحضر القداس وخلاص. وقتها كان في كنيسه واحده سانت مارك هنا في يوستن، فيعني هو دي كانت المنفذ الوحيد. قال لي لا انا عايز اروح كنيسه. قلت له حاضر نروح الكنيسه. طبعا ايه فتحت الكنيسة من الباب الجانبي وقال لي هدخل اصلي ابونا ابانا الذي واطلع. قلت له اوكي. فانا قاعد في الكنيسة مستني ابونا ربع ساعة نص ساعة يعني حوالي ساعة، بعديها طلع لي ابونا قال لي خلاص يلا بينا بقى نروح. جوزنا 98. كانت المشكلة قدامنا ان ابونا كان معاه الجرين كارت، وانا كنت هستنى 3 سنين علشان ياخد الجنسية ويديني جرين كارد. فما كناش، قلت له الحل ده انا مش موافق عليه، يا اما ترجع هنا يا اما تشوف اي طريقة ان احنا نبقى مع بعض، لان يعني ملهاش لازمة ان احنا نتجوز كل واحد يقعد في ناحية بس. فلقينا طريقة ان احنا اجي بالستودنت فيزا، اجي ادرس يعني، وده فعلا اللي عملناه. قدم لي على كوميونيتي كوليدج في هيوستن، واضطريت اجي وقعدت ادرس جرافيك ديزاين في هيوستن لمده 2 سنين تقريبا. I first met ابونا مينا اشرف at that time in 1997 when I first came to the United States. In fact we met at the church of Saint Mark in Houston. He was very welcoming, helping me. I just moved here and we very quickly became best friends. So we stayed in the same apartment complex, very close together. We both liked hymns and Coptic language and praises. So we're always together. So I was fortunate to attend Abuna Mina's ordination as a deacon. In fact, Abuna Mina was a psaltus. For some reason, he was stayed as a psaltus for a long time. So Abbe Youssef first ordained him as a gnostos in one liturgy, and then later he ordained him as a full deacon and at Nashville, the church at Nashville, and then he was ordained as a priest by Pope Shenouda in the same church at Nashville. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة لما الواحد يفتكر أبونا مينا اسكندر يفتكر صفات جميلة جدا، صفة الالتزام، صفة محبة التسبيح، وصفة محبة الكتاب المقدس. وأنا أشكر ربنا أن أنا خدت بركته
بركة أبونا مينا لما خدمنا مع بعض في مدارس الأحد، وكنت بشوف قد إيه ملتزم في تحضير الدرس، وملتزم في محبته لأولاده، وملتزم إن يوصل لهم الكنيسة. برضو خدمت معاه كشماس في هيوستن، وكنا نقف في خرز التسبيح وكان يسبح بكل فرح وتهليل، ولما كان يبتدي اللحن يسخننا كده نسبح ربنا بفرح ونسبح ربنا بتهليل ونصرة. كان في أيام ممكن يعمل التسبيح لوحده، ولكن كان يعملها بكل حماس وكل فرح كأن الكنيسة مليانة. أنا فاكر كنت في كنيسة العذراء في هيوستن، ويوم السبت بعد ما خلصنا العشية وكان عندي مقابلات، كان في الكنيسة القديمة بتاعت العذراء، فكنت واقف في الدور الأرضي، وبعدين سمع في الكنيسة في الدور الثاني تسبيحة، وسمعت واحد صوته جميل كده في التسبيحة وحافظ تسبيحة حلو. فأنا سألت وقتها أبونا إسحاق، قلت له مين الشاب اللي بيقول التسبيحة ده عندكم فوق؟ فقال لي ده واحد لسه جاي جديد من مصر اسمه أشرف وكده يعني. فقلت له ده منين؟ قال لي ده من اسكندرية، بس هو خادم كويس وشماس حلو وكده. فقلت له ده حق ده متجوز؟ قال لي لا لسه مش متجوز وكده. فقلت له طيب، ويعني أنا بحب الناس اللي بيحبوا التسبيحة وحاسين التسبيحة in general يعني. فصوته إن هو قاعد حضر التسبيحة نص الليل مع عدد قليل وكده يعني، فده يدل إن إنسان كنسي، إنسان بحب التسبيح والصلاة، فيعني he registered in my mind. بعدها يمكن بعدها زيارة تانية، فاكر كنت نازل من الدور التاني وهو طالع ومعاه واحدة كده في الدور التاني، فبقول له دي زوجتك؟ فقال لي اه. فدي يمكن كان أول مرة شفت بجد وتعرفت عليها وسلمت عليها وعرفت هم اتجوزوا يعني. بعد كده ابتديت أسأل عليه إن ده يعني هل ده ممكن يبقى بوتنشال لكاهن؟ فقالوا لي اه ده إنسان كويس وممكن يبقى بوتنشال لكاهن. سألت عليه كان أبونا يونان وأبونا إسحاق. فأنا أول ما بسأل على حد بحط بقى في الصلاة عشان أتأكد إن ديا من ربنا. يعني أي كان ببتدي أصلي، فأبتدي أحط اسمه في الصلاة وبقول يا رب لو دي إرادتك اصهر الإرادة دي إن فعلا ده إنسان أنت عايز يا رب يخدم المسبح بتاعك. فابتديت احط في الصلاه يعني، وحسيت بارتياح جوه قلبي له يعني. وابتدينا بقى نصلي من اجل الموضوع ده، وبعدين ابتديت اكلمه. فكان يعني في الاول زي يعني اي كان بيقول طب اديني فرصه اصلي، اديني فرصه اكلم قلب اعترافي، اكلم زوجتي الى اخره يعني. ولكن بقى يعني اكشلي الموافقه الاخيره جت بعد ما ديفتي اتولد، فدي يمكن الموافقه الاخيره جت، وبعدها بقى ابتدينا نشوف موضوع ترشيح للرساله كده. هو كان بيحكي لك سيره على الانبا يوسف، بس انا ما اعرفش يعني، ما عمري ما شفت الانبا يوسف. فاول ما وصلت قال لي انبا يوسف عايز يسلم عليكي او عايز يشوفك يعني. اوكي، فروحنا، اعتقد كان يوم حد بعد القداس، ورحت سلمت على الانبا يوسف. ف يعني سلمنا عايزي وخلاص ومشيت، ما حطيتش الموضوع في دماغي. فانا من طبعي ما بتكلمش مع حد يعني، بالذات لو اسقف او حاجه ما بعرفش اتكلم معاه، فكنت دايما ما ليش كلام كتير وما كنتش بنتقابل كتير مع الانبا يوسف. بس بعد سنة بالظبط من جوازنا لقيته، كان الأنبا يوسف جاي في زيارة لماري مرقص، وبعدين طلب إن هو يقعد مع بابا
مع أبونا في القلاية بتاعته, في القلاية بتاعت الأنبا يوسف في الكنيسة. فأنا يعني ما فهمتش ليه, ما أعتقد أنه كان بعد اجتماع الشباب تيالي, مش فاكرة, بس يعني كان يوم حاجة بعد الظهر واحنا كنا بنصلي في العذراء. فانا يعني ما فهمتش ايه, بس انا كان قلبي حاسس ان في حاجه يعني هيقول له على حاجه كنت متوقعاها يعني. بس بعدين طلع من عنده ما بيتكلمش, فاقد النطق. فانا ما فهمتش في انت كويس؟ قال لي انا كويس. ماشي, فركبنا العربيه فساكت ما بيتكلمش خالص ومساهم يعني ساكت. قلت له هو الأنبا يوسف قال لك ايه؟ قال لي ولا حاجة. قلت له لا, هو فتحك في موضوع كانوا صح؟ فقال لي اه. قلت له انت ناوي توافق؟ قال لي مش عارف. قلت له يعني احنا مفروض متفقين, لان انا كنت قايله له من الاول انا مش عايزة اتجوز كاهن. بس فسكتنا يعني ما عرفناش نقول ايه, وروحنا يوميها وقعد طول الليل مش عارف ينام, ما عمال يفكر. انا كنت معارضه, قلت له انا مش موافقه على الموضوع ده. قال لي طب خلينا نصلي. قلت اوكي. فصلينا, انا برضو مش مرتاحه, لان انا مش بفكر بس في الخدمه, انا بفكر في حياتنا. احنا كانش بقالنا سنتين متجوزين, كناش كملنا سنتين يعني. فقررنا ان احنا نقفل الموضوع لغاية ما نرتاح يعني نقفله نهائي, يا اما يعني نستنى مش هنرد دلوقتي على الأنبا يوسف. فطبعا الأنبا يوسف كان كل ما يجي ها الاخبار يقوله لا لسه مش عارفة ايه وكده, لغاية ما سافرنا كندا عند ابو نارسانيوس عزيز أب اعترافه. أنا كنت فاكرة إن هو مسافر عشان كان جوز أختي في كندا فكنا رايحين نزوره, بس اكتشفت إن هو كان واخدني عشان يخلي أبو نارسانيوس يقنعني. بس أبو نارسانيوس فاجئه إنه قال له أول كلمة قالها له هي موافقة. فقلت له لأ. قال له يبقى في الموضوع. قال له بس يعني طب ما اتكلم معاها. ابو نارسانيوس ساعتها قال لي اول ما عرف اول ما ابونا قال لي حد يطول يخدم في بلاط الملك؟ قلت له انا مش موضوع طول او يعني انا ما طولش طبعا ان انا اخدم في بلاط, بس هي انا مش بصلها من الناحيه دي, انا بصلها من الناحيه الثانيه ان حياتنا كاسره هتبقى شكلها ايه, لان دي لازم احطها في الحساب معايا يعني. مش ما ينفعش اقول اه وبعد كده ارجع اندم يعني, لازم ابقى مقتنعه تماما. فاول ما قلت كده فراح ابو نارسانيوس قال له طالما هي مش مرتاحه اقفل الموضوع نهائي لغايه ما هي ترتاح للموضوع. بس فبعد زياره ابو نارسانيوس قررنا ان احنا هنقفل الموضوع ده ومش هنتكلم فيه تاني. بعدها يعني بعدها بشوية كده نزلنا مصر وفتح بابا ومامته وقال لهم على الموضوع ده. ما كانش فيه رد قاطع يعني, ما قالوش اه او لا, قالوا له دي حياتكم وانت حرين فيها يعني, او سواء اه او لا زي ما انت عايز يعني. بس فبرضو رجعنا لنقطة الصفر, انا مش مرتاح. بعدها كنت انا بقيت حامل في ديفيد, فقلنا خلاص احنا هنقرر ان انا يعني هنقفل الموضوع ده لغايه ما مولد وبعد كده نشوف بقى هيحصل ايه. وبعدين كان فاضل لي 1 سمستر في الكليه بتاعتي كنت لازم اخلصها, وبعدين انا كنت جايب ستودنت فيزا, فكانت الدنيا ملعبكه يعني, الدنيا مش سهله علشان نكمل الموضوع كده يعني. بس فقفلنا الموضوع لغايه ما أنا ولدت ديفيد. بعدين فديفيد لما اتولد كان عنده complications, كان مولود قبل ميعاده بثلاث أسابيع, كان حجمه صغير جدا, كان عنده صفرة
فاضطروا ان هم يحطوه في الحضانه. وبس ما كنتش عارفه ايه بالظبط الحاله يعني, ما كنتش فاهمه في ايه يعني. بس قعدنا فتره يعني في المستشفى تقريبا اسبوع. فبعد ما قعدنا اسبوع ديفيد كانت حالته مش بتتحسن, فالدكاتره ما كانوش عارفين يعملوا معاه ايه. فالمهم يعني لقيت ابونا في يوم كان نازل يجيب حاجه من تحت, وبعدين لقيته بيتصل بيا في الاوضه بيقول لي الانبا يوسف طالع لك. قلت له الانبا يوسف طالع لي ازاي؟ قال لي الانبا يوسف تحت وجاي لك. انا عارفه الانبا يوسف عاده ما بيجيش يزور حد يعني في المستشفى, يعني جايب بيبي يعني مش حاجه كبيره يعني. بس فانا كنت بقى يعني كنت بقالي شويه كده بقول لابونا روح هات ابونا اسحاق او ابونا بشوي يجوا يصلوا لديفيد. فقال لي لا هم انا مش هقول لحد, هم هيجوا لوحدهم. فلقيت ابونا بشوي جاي, وكان زياره الماري مرقص. ما اعرفش مين اللي قال للانبا يوسف ان انا ولدت فجاي زورنا في المستشفى. فطبعا هو ما كانش يعرف ان ديفيد تعبان ولا حاجه يعني. فالمهم فقلت للممرضه تطلع ديفيد من الحضانه بتاعته وتحطه في السرير وترابت يعني تراب هيم عشان ما يبانش الاسلاك اللي كانت طالعه من ايديه وكده. فدخلناه الاوضه, وكان لازم يلبسوا جاون معينه عشان يخشوا الاوضه بتاعته وبتاع ديفيد يعني وكده, ولازم يغسل ايديه. فالممرضه دخلت الانبا يوسف ولبسته الجاون وخليته يغسل ايديه ويعقم نفسه كويس. وبعدين دخل, فاول ما شاف ديفيد قال لي هي سو كيوت هي سو سمول. قلت له هو صغير فراح مصلي لديفيد قشيه المرضى كلها. ما هو ما كانش يعرف ان هو في حاجه يعني. بس وهو ماشي. فبعدها على طول تاني يوم يعني احنا قبلها بيوم كانت الدكاترة مش عارفة احنا هنطلع امتى, ولا هل ديفيد هيروح ولا مش هيروح. بعدها بيومين على طول يعني تاني يوم ديفيد ما كانش بيجي عندي الأوضة, كنت انا لازم اروح له الأوضة بتاعته. بقى الممرضة قالت لي ممكن يجيلك الأوضة. ابتدوا يشيلوا الأسلاك والآي في والحاجات دي كلها منه, الدنيا اتظبطت خالص. بعدها بيومين لقيت الممرضة بتقول لنا معاكو الكار سيت بتاعه. فقلنا لها لا مش معانا. ليه؟ فقالت عشان هنحطه في الكار سيت وهنحطه على زي تيست كده عشان نشوف هيعمل ايه لما يركب العربية. فقلت لها ليه هو هيروح؟ قالت لي انتوا هتخرجوا النهاردة. بس فاحنا طبعا كانت المفاجأة يعني, احنا من يومين كنا مش عارفين إذا كنا هنخرج ولا مش هنخرج, وحيودونا حتة تانية ما كناش عارفين لأن الدنيا كانت ملخبطة معايا. بس يا دوبك أبونا راح جاب الكار سيت حطناه فيه, عملوا له التست وكنا برا المستشفى. فبعد ما روحنا فراح أبونا قال لي هي لسه مش موافقة. قلت له بص يعني براحتك, عايز تكمل كمل. فساعتها اكلم الانبا يوسف, فالانبا يوسف قال له خلاص طالما كده كان ابتدي بقى ازور ناشفيل وكده. وساعتها ابتدى يزور, كان ناوي يرشم ابونا اخر شهر 5. بس ما كانش ينفع لان انا كنت ساعتها حامل, ومفروض ان انا كنت حاولت في شهر 7. فقلنا مش هينفع, لان لو كان ساعتها اياميها الانبا يوسف بيبعت الكهنه يقضوا الاربعين يوم في مصر. فانا لو هو نزل مصر يقضي الاربعين يوم, انا هقعد لوحدي ولا هنزل في مصر؟ يعني كانت الدنيا مش مظبط. فهو ربنا رتبها علشان كان الوقت اللي ابونا كان بيزور فيه كانوا عارفوا ان البابا شنودة جاي لهم يدشن المريمينة. فالانبا يوسف قال له حتى ساعتها كده تبقى هي ربنا مرتبها لك ان البابا شنودة هو اللي يرشمك, مش يعني مش انا. بس ورتبنا على ان هي خلاص اخر 8 27 8 حل الرشام. فطبعا
عزلنا. احنا يعني جينا نشفل قبل الرشامة بيومين, احنا جينا الخميس, الرشامة كانت الزياكم كانت السبت, والحد كانت رشامة الكهنوت يعني. بس يعني هي ترتبت لوحدها كده. بس I was ordained in 1995 by the hand of His Holiness late Pope Shenouda III. And shortly after I started the service, we heard of the changes in Nashville and how many peoples are coming on a daily basis. And His Grace Bishop Youssef had a meeting with us and told us that we need to do something about what's going on in Nashville. And by turn, each one of us, the priests, we were only 12 at the time, start to take turns serving in Nashville during the week and go back to their churches on the weekend. I had my share. I served in Nashville for quite some time. I get to know many people, many start to have confession with me. And then a year and a half after my ordination, Father Boutros was ordained for Nashville, and we stopped going there. But shortly after, they needed a second priest, and Father Mina was ordained, and we all attended his ordination, again by the hand of His Holiness late Pope Shenouda III. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين آمين. ندعوك آمين قسيسا على المسبح المقدس الأرثوذكسي الذي للكنيسة التي على اسم القديس ماري مينا ماري مينا العجيب اسمها ايه في أمر اسم ماري مينا بنشفيل تينيسي كنيسة التي على اسم القديس ماري مينا في نشفيل خين فران مفيوتم شوار في اسم دعوك جيب نوتي فيوت بي بندق راتو آمين. دعوك يا مينا قسيسا على المسبح المقدس الأرثوذكسي الذي للكنيسة التي على اسم القديس ماري مينا العجيب في نشفيل Amen.
آمين 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 وأعترف إلى النفس الأخير وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه على خشبة الصليب المقدسة وسلمه على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين أن هذا هو بالحقيقة أمين